اهلا ومرحبا بكم مشاهدينا الكرام من كل مكان، متابعي قناه الاخباريه ومتابعي برنامج ساعه في الاقتصاد من هنا من الريتز كارلتون لتغطيه الملتقى الاقتصادي السعودي الاماراتي. هذا الملتقى الذي هو ثمره التكامل الاقتصادي والسياسي والاجتماعي بين هذا البلدين العظيمين، المملكه العربيه السعوديه والامارات العربيه المتحده. نرحب باخواننا في الامارات العربيه المتحده في هذا الملتقى. انطلق الملتقى اليوم بحفل افتتاح كان لوزير التجارة والاستثمار السعودي وأيضا وزير الاقتصاد الإماراتي. بدأت الجلسة الأولى وكان هنالك في طرح كثيرا للاستثمارات في إمارات، يعني في الإمارات العربية المتحدة، كان في أبو ظبي الفجيرة، كان أيضا وكالة الفضاء في الإمارات، وانتهت في يعني تقريبا على الساعة 12 انطلقت الجلسة الثانية للاستثمارات في المملكة العربية السعودية. كل ذلك سنتحدث له إن شاء الله في هذه الحلقة. نشاهد هذا التقرير عن الملتقى ثم نعود لضيفي الكرام. اليوم في العاصمة الرياض أعمل الملتقى الاقتصادي السعودي الإماراتي الثاني برئاسة معالي الدكتور ماجد بن عبد الله القصبي وزير التجارة والاستثمار، ومعالي المهندس سلطان بن سعيد المنصوري وزير الاقتصاد بدولة الإمارات العربية المتحدة، وبمشاركة نخبة من كبار المسؤولين ورجال الأعمال والمستثمرين من البلدين الشقيقين. ويعقد الملتقى بتنظيم من وزارة التجارة والاستثمار واتحاد مجلس الغرف وغرفة التجارة وصناعة أبوظبي بالتعاون مع وزارة الاقتصاد. ويحظى هذا الحضور المميز بالاطلاع على مشروعات رائدة في الاستثمار وصناعة الفرص الاقتصادية المستقبلية بشقيها الانتاجية والخدمية من خلال دعم وتفعيل الشراكة الاقتصادية السعودية الإماراتية. هذا ويأتي الملتقى الاقتصادي السعودي الإماراتي امتدادا للملتقى الإماراتي السعودي للأعمال الذي انعقد بالعاصمة الإماراتية أبوظبي في أكتوبر من عام 2017 تحت شعار معا أبدا، والذي كان من بين توصياته أن ينعقد الملتقى كل عامين بما يسهم في تحقيق أهدافه لتنمية علاقات التعاون والتنسيق بين رجال الأعمال في كلا البلدين، والعمل على إيجاد الحلول الكفيلة لتذليل التحديات التي قد تحد من تنمية التبادل التجاري والاستثماري السعودي الإماراتي. يذكر أن حجم التبادل التجاري بين المملكة العربية السعودية ودولة الإمارات العربية المتحدة خلال عام 2017 بلغ ما يزيد على 90 مليار ريال مقابل 73 مليار ريال في عام 2016، بزيادة بلغت 16 مليار و400 مليون ريال، وهي أعلى قيمة لحجم التبادل التجاري بين البلدين خلال العشر سنوات الأخيرة. اهلا ومرحبا بكم مشاهدينا الكرام مره اخرى، وللحديث عن الملتقى الاقتصادي السعودي الاماراتي يسرني استضافه كل من الاستاذ ناصر الراشدي من دوله الامارات، مدير اداره السياسات والتشريعيه الفضائيه بوكاله الفضاء الاماراتيه. اهلا ومرحبا بك. اهلا بك وشكرا اخوي نايف على وقناه الاخباريه على الاستضافه، وشكر موصول للاخوه في اتحاد الغرف على تنظيم هذا الملتقى. نعم. اللي صراحه يعني تميز بالشموليه. نعم. ونوعيه الطرح، وكذلك ان تناولنا في محور الفضاء. انتم لا تحتاجون ترحيب لانكم اهل دار، فاهلا ومرحبا بك استاذ ناصر. ايضا نرحب بالاستاذ عبد العزيز الشريف عضو مجلس اداره الغرف السعوديه، اهلا ومرحبا بك. اهلا وسهلا فيك اخوي نايف، وتشرفنا اليوم باخواننا في دوله الامارات في هذا الملتقى، ودائما العلاقه بيننا وبين اهل الامارات وطيده من زمان. اكيد ما شك فيه، واهلا وسهلا فيه مره اخرى. نبدا معك استاذ عبد العزيز، عن هنالك نرى تكامل اقتصادي سياسي اجتماعي بين دولة الامارات العربية وايضا مع المملكة العربية السعودية. من ثمرات هذا التكامل هو كما نراه اليوم الملتقى الاقتصادي السعودي الاماراتي، وهنالك ايضا هنالك مجلس تنسيقي يعني هو اشمل واكمل حول يعني الاقتصاد بيننا وبين الامارات العربية المتحدة. كيف ترى هذا التكامل؟ كيف ترى هذه الثمرات الاقتصادية ما بيننا وبين الإمارات العربية؟
بداية أود أن أهنئ المملكة العربية السعودية ودولة الإمارات العربية المتحدة قيادة وشعبا على هذا التلاحم والترابط بين القيادتين سواء على الصعيد التجاري أو الصعيد السياسي. نعم. شاهدنا الفترة الماضية مررنا في اضطرابات اقتصادية نعم. عالمية كان في وقفة حقيقية بين المملكة العربية السعودية ودولة الإمارات لإدارة الأزمة نعم. والتصدي لهذه الأمور نعم. المملكة العربية السعودية من عهود سابقة اختارت دولة الإمارات كأحد أهم شركائها سواء على الصعيد التجاري أو الاقتصادي أو السياسي نعم. على المنطقة العربية أو الخليجية نعم. تأثير هذا التكامل بين هذا البلدين نعم. نشهد على الصعيد الاقتصادي في زيادة حجم التبادل التجاري نعم. ممتاز. ففي عام 2008 وصلنا في حجم تبادل تجاري بما يقارب إلى 43 مليار أوه. تزايد هذا الرقم إلى 2017 إلى حتى أن وصل إلى 90 مليار في نهاية 2017 أكثر من 110% تقريبا تقريبا أوه. فهذا يعكس مدى التكامل بين الدولتين. نعم بإذن الله. أستاذ ناصر، انطلقت الجلسة الأولى اليوم ورأينا كثيرا من الفرص الاستثمارية في ما طرحت في الإمارات العربية المتحدة، في أبوظبي، في دبي، في الفجيرة، في كثيرا من ضمن هذه الاستثمارات هي يعني الاستثمار في مجال الفضاء. المجال الفضاء كما تعلم أنشئ يعني هيئة سعودية للفضاء، لديكم وكالة فضاء ولعلكم سباقين في هذا الأمر. بالنسبة لنا جديد أيضا، يمكن على مستوى العالم العربي هذا المجال بالاستثمار فيه جديد، لو تحدثنا كرما منك عن هذا المجال عالميا كيف الاستثمار فيه؟ صحيح، أنا ممكن قبل لا أتكلم عن الاستثمار العالمي في الفضاء ممكن نجاوب على سؤال رئيسي اللي هو لماذا الاستثمار في الفضاء، وحتى في الجلسة حاولنا نتكلم شوي عن هذا الموضوع. الاستثمار اليوم في قطاع الفضاء له عدة محاور رئيسية تدفع الدول أنها تتسابق في هذا المجال. كان مقصور في بداية الموضوع على دول محدودة ممكن نعم. دولتين. اليوم نحن نتكلم عن أكثر من 66 وكالة فضاء في العالم، ونحتفل طبعا بإنشاء وكالة الفضاء السعودية مثل ما تفضلت نعم. في نهاية 2018. سبب طال عمرك، أول شيء هناك خدمات وتطبيقات يقدمها الفضاء مهمة جدا نعم. ويقدمها على مستوى عالمي، إذا ما كان لكل حتى بعض الخدمات تصل إلى المستفيد النهائي مباشرة. المقصود هنا هناك خدمات اتصالات، هناك خدمات إذاعية، هناك خدمات ملاحة، هناك خدمات لصور وبيانات فضائية تستخدم في استخدامات حكومية، استخدامات تجارية واقتصادية، وكذلك استخدامات اجتماعية، وفي أيضا مجال البحوث والتعليم. مجال الفضاء نفسه، التقنيات اللي تستخدم فيه، الابتكارات اللي تستخدم فيه اليوم يستفيد منها قطاعات أخرى غير قطاع الفضاء بشكل كبير. هناك مثلا في واحدة من الوكالات العالمية مثل وكالة ناسا 30,000 اختراع يستخدم في مجال الفضاء يستخدم اليوم في حياتنا اليومية. خير مثال الكاميرات الموجودة اليوم، الكاميرات الرقمية الموجودة اليوم في تليفوناتنا، أجهزة الحاسوب، منقيات الهواء، منقيات المياه، وغيرها الكثير من أيضا وسائل الطاقة النظيفة وغيرها تم ابتكارها في مجال الفضاء، وغيرها كذلك من القدرات المتعلقة بتوليد الطاقة بشكل وترشيد استخدامها وغيرها من الأمور. فهذه الابتكارات اليوم ممكن أن تستخدم في كثير من الصناعات والتطبيقات الأخرى، والأمثلة كثيرة. هنالك كذلك الجانب اللي هو دفع عجلة الابتكار وعجلة البحث العلمي في الدول، واللي هو اليوم خلنا نقول نواة الاقتصاد المعرفي، ما نسميه اليوم الاقتصاد المعرفي، وهو توجه العالم، بل هو هذا هو الواقع، ما أصبح مستقبل، أصبح هذا هو الواقع اللي هو الاقتصاد المعرفي، ونواته هو البحث والتطوير والتقنيات المستقبلية، وهذا هو ملخص أو نواة مجال الفضاء. البحث، التطوير، تقنيات مستقبلية، تطبيقات مستقبلية، هذه نواة عجلة قطاع الفضاء. سوف نغصر إن شاء الله في بعض التقنيات، ولكن الآن المجال العالمي أين وصلوا الناس في نعم. هذا المجال عالميا قبل أن نتحدث عن دولة الإمارات والسعودية والعالم العربي؟ اليوم اقتصاد الفضاء العالمي يقدر بحدود تقريبا 350 مليار دولار. عندنا إحصائيات من مصادر رسمية مدروسة في أقل التوقعات ما بين 2017 إلى 2030 نتوقع أنه يصير 600 مليار دولار، يعني يتضاعف 100% خلال 12 سنة. هذا في أقل التوقعات، عندنا دراسات كذلك من جهات رسمية
تتكلم عن ضعفين 200% خلال 12 سنة. أنا أميل للجانب الثاني، ولكن إذا كنا متحفظين الاقتصاد الفضائي قاعد يعني يزيد بشكل مهول وواضح، والأسباب كثيرة مثل ما تكلمنا سابقا، خاصة بدخول القطاع الخاص بشكل كبير فيه، مثل ما شفنا في كثير من الأمثلة من الشركات في على المستوى الإقليمي وعلى المستوى العالمي. النقطة الثانية كذلك اليوم لما كان دائما الاقتصاد الفضائي يعني النسبة الكبيرة منه من العائد الإجمالي ماله يقوم على الحكومة، اليوم 79% من الاقتصاد العالمي للفضاء يقوم على الأنشطة التجارية، 21% يقوم على الأنشطة الحكومية، فهذا يعطيك نسبة وتناسب كيف أن القطاع الخاص داخل بقوة ويتسابق. معظم الاقتصاد هذا يقوم على خدمات أساسية ذكرناها سابقا مثل الاتصالات والإذاعة وغيرها، وأيضا مراقبة الأرض، ولكن كذلك مجال تصنيع الأقمار، مجال الإطلاق، مجال التقنيات التي تستخدم لاستقبال الإشارات من الفضاء في التليفونات وفي الأجهزة الأخرى أيضا سوقها كبير عالميا، وهناك كثير من الخدمات المضافة اليوم التي يعني رواد الأعمال يستخدمون هذه البيانات ويستخدمون البنية التحتية الموجودة اليوم للفضاء للقيام بأعمال بسيطة ممكن تكون مربحة وتستخدم في قطاعات أخرى. الاستثمار الخاص زاد بنسبة 30% ما بين 2016 و2017 عالميا. كان سابقا معظم المعادلة هذه تقوم على الولايات المتحدة الأمريكية، اليوم أوروبا وشرق آسيا الصين واليابان وغيرهم يلعبون دور كبير جدا، ونحن إن شاء الله في صدد إن احنا نلحق بهذا الركب إن شاء الله بشكل واضح. سوف نتحدث عن بعض التقنيات التي تستخدم، أين وضع يعني تفاصيل عن بعض الاستثمارات، ولكن بعد أن يعني الأستاذ عبد العزيز، مثل هذه الملتقيات كيف تراها في تسويق الفرص الاستثمارية سواء للسعودية أو الإمارات أو بشكل عالمي، كيف ترى مثل هذه الملتقيات للتسويق الاستثماري؟ طبعا في البداية لا شك أن مثل هذه الملتقيات دائما ما تسعى إلى دفع عجلة التعاون التجاري وزيادة حجم الاستثمارات. ممتاز. الملتقى الاقتصادي السعودي الإماراتي سبقه ملتقى اقتصادي إماراتي سعودي في أبوظبي في عام 2018. ممتاز. طرح فيه جميع الفرص الواعدة أمام كبار المستثمرين ورجال الأعمال. وهنا نرجع بس إلى نقطة، أنه المملكة العربية السعودية في جانبها الاقتصادي تختار شركاء لتحقيق أهدافها، فنرجع لاختيار المملكة العربية السعودية للإمارات لأنه يعتبر اليوم أحد أهم الشركاء. الفرص الاستثمارية اللي شهدناها سواء في الملتقى اللي في 2018 أو الملتقى اللي يقيم اليوم كان له نتائج بفضل الله جدا عالية. بنشهد بعد قليل البي تو بي، نعتقد أنه تكون هناك حجم استثمارات وعقد شراكات عالية جدا. في نفس الوقت سبق هذه الملتقيات مجلس تنسيقي، المجلس التنسيقي دائما يعمل على تذليل المصاعب لرجال الأعمال والمستثمرين للصعيدين لتحقيق لهذه الدول تحقق أهدافها ونمو اقتصادها ورجال الأعمال يزيدون من استثماراتهم. اليوم نرى المملكة العربية السعودية خلال الفترة الماضية عملت على تصحيح البنية التحتية للقطاع الخاص. ساهمت عملية التصحيح على إشراك القطاع الخاص في التنمية الاقتصادية. فهذا من الطبيعي أنه يعكس على حجم الاستثمارات سواء داخل المملكة أو خارج المملكة. كيف ترى مدى الشراكة بين يعني السعودية والإمارات في عرض بعض الفرص الاستثمارية وتسويقها خارجيا؟ بتكون يعني الاثنين شريكين في هذه الفرصة ويتم تسويقها لمستثمرين أجانب، هل ممكن نرى مثل هذه الأمور أم مجرد عرض من الإمارات على السعودية والسعودية على الإمارات من ناحية الاستثمار فقط؟ لا، أنا أعتقد أنه العلاقة بين السعودية وبين الإمارات هي علاقة تكاملية لتحقيق أهداف. ممتاز. المملكة العربية السعودية اليوم تملك رؤية، ودائما ما يبنى على رؤى يكلل بالنجاح. ممتاز. الإمارات العربية تملك اليوم رؤية. ممتاز. فالشراكة ما بيننا للوصول إلى أهداف هذه الرؤية ولتحقيق الرؤية، سواء كانت العلاقة أو الشراكة بين الطرفين أو كان هناك شيء طرف ثالث يسهم في تحقيق أهداف الرؤية للطرفين. ممتاز. رأينا اليوم تنوع كبير في فرص استثمارية، ورأينا كثيرا من الإمارات، خصوصا شاهدنا الجلسة الأولى، أيضا لدينا الجلسة الثانية لكن الآن هي قائمة،
رأينا فرص كبيرة وكثيرة في الإمارات، ورأينا تنوع حتى في الاستثمار، هنالك نفطي، هنالك مواني، هنالك يعني خدمات لوجستية، أشياء كثيرة رأيناها في الإمارات. مدى قابلية المستثمرين السعوديين للاستثمار في الإمارات كانت جيدة؟ هل هي في ارتفاع أم هي متوقفة، يعني لها حدود معين وخلاص؟ خلني أنا أقول لك شغلة. اليوم أنا سبق وقلت لك ما يبنى على رؤى يكلل بالنجاح. ممتاز. عملت المملكة العربية السعودية ودولة الإمارات على استراتيجية اقتصادية واضحة خلال الفترة الماضية، انعكست في حجم التبادل التجاري. اليوم أنا لما أقول لك أنه 43 مليار كنا في 2008، وصلنا إلى 90 مليار في 2017، حجم الواردات والصادرات عندنا في السعودية والإمارات كم؟ حجم الصادرات تجاوز 57 مليار في 2017، وحجم الواردات تجاوز 34 مليار. ممتاز. الأرقام هذه تعكس وتعطي دلالة أنه في قوة اقتصادية، في تكامل، في قبول للمستثمرين سواء على دولة الإمارات أو الإماراتيين داخل المملكة العربية السعودية. ناهيك أنه المملكة العربية السعودية الآن بدأت تعمل على جلب المستثمرين الأجانب، وهذا مما يعزز قوة اقتصاد المملكة خلال الفترة القادمة. أستاذ ناصر، تحدثت قبل قليل عن بعض يعني الاستثمارات في الفضاء، ذكرنا منها الملاحة، ذكرنا منها بعض التقنيات، هل هنالك استثمارات جديدة يمكن أن تفتح في مجال الفضائي نستطيع الاستثمار فيها، أو سبقت فيها الإمارات وترى أن سيكون فيها مجال أكبر غير التقنيات والملاحة، أم هذه الفرص أصلا كبيرة تحتاج منا وقت علشان نغطي من هذه الاستثمارات؟ طال عمرك، طبعا مجال الفضاء مثل ما تفضلت سابقا في ثلاث يعني أشياء رئيسية. هنالك طبعا اللي هو مجال خلينا نقول التقنيات الفضائية، يعني وهذه التقنيات بشكل مستمر تطور للفضاء، ولكن أيضا ممكن استخدامها في تطبيقات كثيرة، وهنا الباب مفتوح سواء كان في مجال الطاقة، سواء كان في مجال التنقية، سواء كان في مجال الاستشعار أو غيرها من التقنيات. فنحن اليوم لما نستثمر في مشروع فضائي، الهدف ليس الفضاء، الهدف هو الأرض، الهدف هو الإمارات، الهدف هو المنطقة، الهدف هو العالم، وتسهيل الحياة بشكل عام، تسهيل الحياة بشكل عام واستدامة الحياة واستدامتها. فاليوم الاستثمار في مجال الفضاء، دولة الإمارات تستثمر اليوم، تستثمر في التقنيات واللي قاعدة تتطور بشكل مستمر، والباب مفتوح، نحن ننتهز الفرص. في تقنية تلبي حاجة، أنا ما أقدر أحصر عمري فقط على تقنية معينة، إذا التقنية هذه موجودة ومتوفرة ليش ما استثمر فيها؟ النقطة الثانية اللي هو البيانات الفضائية، البيانات اللي تحصل عليها من الأقمار، سواء من صور، سواء من استشعار لبيانات معينة، سواء من بيانات خاصة بالملاحة أو غيرها. هذه البيانات ممكن أنت تقوم بتطبيقات مختلفة، تستخدمها في الزراعة، تستخدمها في النقل، تستخدمها في اللي هي خلنا نقول التحكم الذاتي اللي يكون اليوم في السيارات أو في الطائرات بدون طيار أو غيرها من التطبيقات. هذه البيانات اليوم عندنا، كان في مثال كنت أتكلم مع أحد صناديق الدعم في أبوظبي للمشاريع الابتكارية، فأحد الشباب أحد الطيارات اليوم لما طلع من المطار أساس أن يسووا لها صيانة ويعدونها وكذا، يسوونها بشكل خلنا نقول مانيوال، يعني بشكل يعني يدوي. فاليوم من الشباب من خلال أخذوا قياسات هذه الطيارة، ومن خلال الاستفادة من البيانات الملاحة اللي من الفضاء والبيانات بصفة عامة، اليوم يقدرون يعملون هذه العملية وأخذ القياسات باستخدام الدرون. فهذا تطبيق استخدم الداتا من الفضاء، استخدم البيانات من الفضاء بتقنية موجودة ووفر خدمة موجودة. النقطة الأخيرة اللي هو أيضا الخدمات بصفة عامة اللي أنت ممكن تقدمها من خلال الفضاء. اليوم أنت عندك شركات، المملكة العربية السعودية خير مثال، ودولة الإمارات، هناك أقمار صناعية توفر خدمات لجهات مختلفة سواء في مجال البيئة، في مجال الصحة أو غيرها من المجال. فممكن الدول أيضا تستثمر، ودولة الإمارات أيضا كذلك تستثمر في تقديم خدمات فضائية للقطاعات الأخرى. يعني أنتوا أيضا تستثمرون في الابتكارات الجديدة، يعني أنه ليس مجرد أشياء موجودة وأنتوا تطورونها، حتى الابتكارات 100% هي نواة المجال الفضاء، هو البحث والتطوير والابتكار اللي يقوم على سواعد يعني مواطنين، ويقوم على سواعد وكفاءات بشرية مبدعة. ممتاز. سوف نتحدث عن يعني
الهيئه السعوديه للفضاء، ولكن بعد الاستاذ عبد العزيز. استاذ عبد العزيز، هنالك مجلس تنسيقي اماراتي سعودي، كيف ترى دور هذا المجلس؟ هل هو اصبح له ثمرات؟ هل الملتقى هذا من ضمن ثمرات المجلس؟ هل اصبح يعني كون قاعده بيننا استثماريه بيننا وبين الامارات، سهل كثيرا من الامور، ام لا زال هو في بداياته؟ المجلس التنسيقي السعودي الاماراتي انشئ في عام 2016 في مدينه جده، كان له أهداف، أهم أهدافه تعزيز المنظومة الاقتصادية وتذليل المصاعب اللي تواجه المستثمرين سواء على الصعيد الإماراتي أو على الجانب الإماراتي أو الجانب السعودي. نعم ممتاز. المملكة العربية السعودية أو أي دولة اليوم تختار أي دولة كشريكة لها، لابد أنه يكون هناك تسهيل، تقديم تسهيلات. ممتاز. فالتسهيلات كيف يستطيعون جلب المعلومة؟ عن طريق المجالس التنسيقية بين الجانبين لأخذ العوائق اللي تواجه المستثمرين. أنا كمستثمر سعودي وش العوائق اللي تواجهني اليوم لما أستثمر في الإمارات، والمستثمر الإماراتي إيش العوائق اللي تواجهه لما يستثمر في السعودية؟ فيعمل دائما المجلس التنسيقي على تذليل هذه المصاعب، تعزيز المنظومة الاقتصادية بين الطرفين. بعد الانتهاء من هذه من عملية التنسيق تبدأ المبادرات الثانية، مثلا الملتقيات اللي مطروحة اليوم، مثل الشراكات. أخوي ناصر اليوم ذكر موضوع الفضاء. السعودية الآن أنشئ بقرار مجلس الوزراء الهيئة السعودية للفضاء، ممكن يكون هناك شراكة بين الطرفين في الفترة القادمة. ممكن كمان أنه يكون في بين اتحاد الغرف الإماراتي ومجلس الغرف السعودية ترابط وشراكة في هذا الجانب. هذه كلها تدار بعد العملية التنسيقية اللي يقوم فيها المجلس التنسيقي السعودي الإماراتي. ممتاز. أستاذ ناصر، نحن فرحين جدا بإنشاء هيئة سعودية للفضاء. لدينا تجارب في مدينة الملك عبد العزيز علوم التقنية الفضائية. أولا، ما هي نظرتك عن هذه الهيئة؟ كيف تراها؟ مما لا شك فيه أنها في التأسيس، في مرحلة التأسيس. ماذا يعقب بالعادة عادة بعد التأسيس؟ ماذا يعقب التأسيس في مثل هذه الهيئات؟ طبعا هذا يرجع في النهايه طبعا لسياسه الهيئه نفسها واستراتيجيتها اللي ان شاء الله باذن الله تطلقها قريبا. احنا وكاله الفضاء السعوديه والهيئه السعوديه للفضاء، نحن بالنسبه لنا يعني هذا طموح احنا ايضا نحلم به، لان قوه الفضاء اليوم بالتعاون الدولي وبالشراكات الدوليه. انا ممكن اتكلم على عجاله قبل ما اطرق الموضوع هذا. نحن لما طبعا قمنا بوضع سياسة دولة الإمارات للفضاء، كذلك اطلعنا على ماذا يوجد اليوم في الإقليم. فممكن هذا يشرح شوية ليش نحن فرحين وطموحين كذلك بشكل كبير بإنشاء الهيئة السعودية. هناك أنشطة واستخدامات فضاء موجودة في العالم العربي من شرقه إلى غربه، ولكن واحدة من أهم العوائق أن لا يوجد، تلاقي مثلا بعض الدول ممكن ما يكون فيها برنامج متكامل. ما السبب؟ لا توجد جهة لديها نظرة مركزية لما يحدث في نشاط الفضاء داخل دولتها. وهو هذا اللي احنا نطلق عليه إيش؟ وكالة أو هيئة فضاء. فاليوم مثلا، وهذا الشيء كان موجود كذلك في دولة الإمارات العربية المتحدة قبل إنشاء الوكالة، عندنا قطاع وأنشطة قضائية موجودة، ولكن مثلا هناك الجامعات تعمل في مجالها، وهناك المشغلين يعملون في مجالهم، والبحث والتطوير يشتغل في مجاله. من الذي ينسق؟ من الذي عنده نظرة مركزية لما يحدث في هذا القطاع ويحاول أنه يوحد الجهود ويركزها لما هو أهم وأولى وغيرها من الأمور هذه كلها؟ فإنشاء وكالة الفضاء السعودية والهيئة السعودية للفضاء هذا بالنسبة لنا خطوة كبيرة، والتعاون بيننا وبين المملكة العربية السعودية في مجال الفضاء هو قبل الهيئة، وبإذن الله أكبر وأكثر ازدهارا ما بعد الهيئة. فنحن هذه خطوة كبيرة. البرنامج السعودي في مجال الفضاء واضح ومعروف وسباق، مثل ما ذكرت أنت، مملكة الملك عبد العزيز للعلوم والتقنيات لها إنجازات كبيرة ومعروفة، ولكن اليوم بوجود الهيئة راح يكون لها نشاط أكبر وراح يكون لها دور أكبر في التفاعل مع جهات أخرى موجودة في الدولة، وأيضا الأولويات بتكون واضحة. الأولويات بتكون جدا واضحة بالنسبة لهذا. أتوقع هناك أكثر من تقريبا 14 قمر سعودي. نعم. أطلق في ديسمبر أو في أواخر 2018 قمرين 5000 و5باء للاستشعار عن بعد. فهناك إنجازات موجودة، ولكن اليوم بوجود الهيئة هذا بإذن الله يتأكد من استدامة هذا النمو.
نعم، احنا مطمئنين كثيرا بما ان رئاسة هذه الهيئة للأمير سلطان بن سلمان وهو أول رائد فضائي في العالم العربي. صح. يملك هذا الرجل كثيرا من الخبرة في هذا المجال، بإذن الله إفاله النجاح في الهيئة. كيف ترى تجربة العالم العربي في الفضاء، يعني بغض النظر عن الإمارات والسعودية، كيف ترى العالم العربي في هذا المجال؟ هل هو جيد، هل هو ضعيف، أم لازلنا يعني في مستويات منخفضة في هذا المجال؟ يعني أنا يمكن ذكرت من شوية العوائق، يعني المختصر أنه يحتاج إلى تحسين. يعني هناك قلنا يمكن هناك استثناءات في بعض الدول واضحة وبرنامجها صار واضح في مجال الفضاء، بس إذا نأخذ المجمل الـ 22 دولة العربية نحن هناك مجال للتحسين. والسبب وأول خطوة أنا في وجهة نظري الشخصية إنشاء وكالة، إنشاء جهة اتصال وجهة تضع رؤية موحدة لأي دولة في الوطن العربي. فمثل ما قلنا هناك مثلا بعض الدول تلاقي في مجالات محددة متفوقين جدا زين، ولكن ما في برنامج فضائي. فتلاقي في بعض الدول بدون ما نذكر أسماء مثلا في مجال التعليم الفضائي عندهم نشاط، لكن الهيئات لا يوجد، لكن لا يوجد هيئة أو إذا وهذا أو كان وكالة. يعني ما أخفي عليك في أحد الوحدة من الأشياء اللي طبعا عندنا توجيه فيها من قيادة دولة الإمارات، وهذا حدث في 2017، سيدي صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد دعا رؤساء وكالات أو المراكز الفضائية اللي موجودة في الدول العربية، وحضر عدد من الوفود من مملكة البحرين، من الجمهورية العربية، جمهورية مصر، من المملكة العربية السعودية، وكان هناك توجيه واضح أن احنا ننظر إلى وجود كيان عربي أو فريق عربي أو خبراء عربي عرب يكون لهم أنشطة متكاملة في برنامج الفضاء. نعم. في بداية الخطوة هذه واجهنا تحدي أن من نخاطب، يعني أنا اليوم أبى أبعث رسالة من لها وأبى أخاطب مثلا الدولة الأخرى حتى أدعوهم إلى حضور فعالية فضائية، إذا ما كانت هناك وكالة فضاء من أخاطب؟ فكان هذا تحدي طبعا، يعني في النهاية نوصل لجهة معينة، ولكن هل هناك بيكون هناك استمرارية؟ لأن ممكن بعد فترة ممكن المرة القادمة جهة ثانية تخاطبنا في موضوع ثاني. فنحن اليوم نطلب ونأمل ونطمح أن يكون في وكالات عربية أخرى أكثر، واليوم نحن الحمد لله والله ولله الحمد هناك هيئة فضاء أيضا في مملكة البحرين، بإذن الله نسمع عن هيئات أخرى في نعم في دول عربية أخرى، إن شاء الله جمهورية مصر العربية وغيرها كذلك، بإذن الله نسمع عن إعلانات قادمة. ودولة الإمارات يعني تطمح أن الشيء هذا يزيد على مستوى كل الأقطار العربية. عندنا السوق السعودي سيد عبد العزيز، السوق السعودي أصبح يعني من أكبر أسواق العالمية اقتصاديا، أيضا الإمارات من الأسواق العالمية الجيدة على مستوى العالم. سوف نتحدث عن البنية التحتية خصوصا في المملكة العربية السعودية لاستقبال الاستثمارات الخارجية، أيضا إذا كانت لديك معلومة عن البنية التحتية في الإمارات، ولكن سوف نتحدث عن البنية التحتية في السعودية. خطينا خطوات جيدة من ناحية يعني تسهيل الإجراءات، القوانين، أيضا الدعم اللوجستي. أين ترى الآن المستوى الذي وصلناه في المملكة العربية السعودية في هذا المجال؟ هل أصبحنا جاهزين تماما لاستقبال أي استثمار عالمي، أم لازلنا نحتاج كثيرا من يعني الإصلاحات التشريعية والقانونية واللوجستية في المملكة العربية السعودية؟ شوف، احنا ما زلنا في المرحلة التصحيحية، ما زالت المملكة حاليا في المرحلة التصحيحية للبنية التحتية، ولكن لو وجه يعني لو كان الموضوع بطريقة مختلفة، لو جينا نشوف اليوم مثلا الدورات الاقتصادية، الدورات الاقتصادية هي اللي دائما تجعل فيه تغيير في التشريعات. لما نجي نتكلم على البنية التحتية، لما أنت توصل إلى مرحلة أنك تغير بنية تحتية كاملة، معناته أنت قاعد تغير في 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 طبيعة بلد كاملة. رؤية المملكة في وقت ما انطلق بها الأمير محمد بن سلمان كان في تغيير جذري للمملكة العربية السعودية، سواء كان على صعيد مجتمع، سواء كان على صعيد تجاري، سواء كان على طموح معين. لذلك احنا ما يعني كنا بحاجة في لتحقيق أهداف الرؤية إلى تعديل البنية التحتية. ممتاز. ما زلنا إلى الآن في تحقيق في تصحيح البنية التحتية، ولكن
التشريعات ستظل متغيرة بين فترة وفترة مع بداية وانتهاء كل دورة اقتصادية. خليني أقول لك أنه الفترة الماضية مرت المملكة العربية السعودية في وعكة اقتصادية، ولكن بفضل الله سبحانه وتعالى وفضل التكاتف بين القطاع العام والقطاع الخاص اللي كان له دور صراحة في تقليل جميع العوائق اللي واجهت هذه المشاكل، في نفس الوقت كان في دور فعال للغرف التجارية عن طريق مجلس الغرف السعودية. فلو نظرنا مثلا في 2018 الغرف التجارية ممثلة بمجلس الغرف السعودية أقامت أكثر من 1300 فعالية ومبادرة وبرنامج لتذليل المصاعب ولتحقيق الأهداف ولتسهيل ويعني تسهيل عملية التكيف بين الوضع الاقتصادي وبين الوعكة الاقتصادية اللي مرينا فيها. من خلال شراكتك أو يعني حضورك للمجلس التنسيقي السعودي الإماراتي، كيف رأيت التشريعات والسياسات الإماراتية؟ هل هنالك سهولة في التعامل في الاستثمار الإماراتي أم هنالك في بيروقراطية أو يعني هنالك بعض الصعوبات التي تواجهكم؟ نحن في يعني برنامج اقتصادي لابد أن نتكلم بشفافية، هل تواجهون صعوبات في يعني تعامل الاستثماري مع دولة الإمارات أم التشريعات لديهم سهلة ولا يوجد البيروقراطية اللي نعرفها؟ يعني خليني أكون معك صادق أخوي نايف، العلاقة التجارية بين المملكة العربية السعودية ودولة الإمارات علاقة قديمة وعلاقة وطيدة. المجلس التنسيقي حديث عهد في 2016 تم إنشاؤه، فكان إنشاء المجلس التنسيقي كان له أهداف مختلفة عن الوضع الاقتصادي أو التجاري أو العلاقة بين الدولتين. نعم. اليوم أنا سبق وقلت لك أنه دولة الإمارات العربية المتحدة تعتبر أحد أهم شركاء المملكة العربية السعودية، سواء على الوضع السياسي سواء على الوضع الاقتصادي، في تلاحم كبير بين الدولتين. المجلس التنسيقي وضع لتعزيز المنظومة الاقتصادية، لكن هذا كان هدفه. المملكة العربية السعودية عندها أهداف معينة، عندها فرص واعدة، اختارت إيه الإمارات أنها تكون أحد شركائها في هذا المجال. ممتاز. في وكالة الفضاء مما لا شك فيه وضعت لكم تشريعات، قوانين، استقبال ابتكارات. كيف يتم التعامل مع هذه الوكالة؟ هل عن طريق الموقع الإلكتروني؟ هل يذهبون لكم مباشرة؟ من يريد أن يسجل فكرة؟ من يريد أن يستثمر؟ كيف يتم التعامل معكم كوكالة؟ كل ما سبق كلها موجودة. جزاك الله خير. هذا النقطة اللي أثارها الأخ عبد العزيز صراحة في محلها وانت طرأت لها، موضوع التشريعات. نحن طبعا تكلمنا عن أول دور لوجود وكالة أو هيئة مركزية للنظر في برنامج فضائي. أول دور لها أن أنت يكون عندك جهة للتنسيق داخل وخارج الدولة، ولكن الدور الثاني المهم لمثل هذه الهيئة اللي هو التشريع، وضع التشريعات. ونحن هنا نظر للتشريعات كممكنة، نحن لا نصيغ تشريع مجرد لوجود تشريع، ولكن أنه يكون ممكن للأنشطة، سواء كان نشاط من جهات أكاديمية أو من جهات تجارية أو حتى أنشطة حكومية أخرى. دائما ننظر للتشريعات الممكنة. فأول دور من يعني وضع لتأسيس وكالة الإمارات الفضاء تنظيم القطاع ووضع الأطر المطلوبة واللازمة لتنظيم هذا القطاع. واليوم الحمد لله في 2016 احنا ننظر لهذا الموضوع لمنظومة كاملة يدخل عليها مدخلين خارجين. المدخل الأول اللي هو إذا كان هناك معاهدات وخلنا نقول قرارات دولية، لأن في النهاية الفضاء مجال دولي، يعني ما نقدر مثلا نقارن الفضاء بالتعليم. يحكم قانون أيضا دولي، يحكم قانون دولي. ليس يعني أنت ما تخرج من الحدود، أنت تخرج من الأرض. فأنت هني اليوم أكيد لازم يكون في قواعد وشروط وأحكام تنظم هذه العملية. فيجب أنك تنظر لهذه المعاهدات حتى يكون أنشطتك بناء عليها وللتأكد من استدامة البيئة الموجودة اللي فوق. فتنظر لهذه المعاهدات وتنظر أيضا إلى سياسة الدولة عموما، وهذا الربط ما بين الفضاء والقطاعات الأخرى. نحن اليوم نبي نشجع الاقتصاد، نحن اليوم نبي نشجع الاستدامة في البيئة، في يعني حماية الحماية من التلوث، التغير المناخي، إدارة الكوارث لا قدر الله، النقل وغيرها من الأمور اللي فيه سياسات وطنية تنظر إليها الدولة بصفة عامة. هذين المدخلين تضعهم أنت في عناصرك الأساسية. في 2016 وضعنا سياسة، سياسة الإمارات للفضاء وضعت أهدافنا وطموحاتنا في مجال الفضاء، ووضعت كذلك مبادئ الدولة في الفضاء. ممتاز. المبادئ التي يجب أن تحترم في أنشطتنا الفضائية وتراعى وتأخذ بعين الاعتبار. في 2000 بالأمس
تم اعتماد قانون دولة الإمارات للفضاء لتنظيم الأنشطة الفضائية من المجلس الوطني الاتحادي، وهذه خطوة مهمة جدا لأنها في النهاية طبعا تضع ضمانات للمستثمر وتضع حقوق واضحة وواجبات على المشغلين، وكذلك تضمن يعني خلنا نقول استفادة المستفيد النهائي وضمان حقوقه وغيرها من الأمور. فهذه الخطوة الحمد لله أيضا قطعناها. اليوم كيف يتواصل الشخص أو الجهة مع وكالة الإمارات الفضاء؟ كل ما سبق بإمكانه أن يزور الوكالة. الوكالة ليس ما عليها لا يعني خلنا نقول جدار حاجز مفتوحة، واللي يزور معظم اللي يزورونه طلاب، كثير من الطلاب اللي عندهم شغف، خاصة أن الموقع الحالي دائما نحن حارسين على الشيء هذا أن موقع الوكالة يكون قريب من المجالات الأكاديمية أو الجهات الأكاديمية والبحثية، فدائما يكون عندنا زوار بإمكانه أن يزور الوكالة. إذا كان طبعا يبغى يتلاقى مع شخص معين بإمكان المعلومات موجودة في الموقع الإلكتروني الوكالة، يبعث الإيميل ويتم تنسيق اللقاء. التواصل الاجتماعي يلعب دور كبير، موقع الوكالة الإلكتروني بصفة عامة في للاستفسارات وكذا وحسب حتى الموضوع، وكذلك من خلال طبعا المحافل والملتقيات دائما يكون على جانبها يكون في نقاشات مع على مستوى أفراد أو على مستوى جهات تريد التنسيق. أتاكم مستثمر يريد أن يستثمر في مجال ما سواء في التقنيات أو الملاحة، ماذا تقدمون له؟ هل تقدمون له مجرد المعلومات؟ هل تقدمون له التصاريح؟ وهل تقدمون له أيضا أمور المالية أو في يعني الأشياء الاستثمارية سواء من مال وغيرها وأرض ومدى صلاحية المكان الذي سيستهدف فيه، أم مجرد معلومات تقدمون له؟ سؤال مهم جدا. نحن في بداية 2019 في يناير، في بداية الشهر هذا نعم أطلقنا استراتيجية أو خطة دولة الإمارات لتعزيز الاستثمار الفضائي، وكان الهدف من هذه الخطة الإجابة على السؤال اللي أنت طرحته، ماذا نقدم للمستثمر؟ ماذا نقدم لصاحب الفكرة، صاحب المشروع؟ الاثنين ماذا نقدم لهم؟ فالخطة هذه تخاطب المستثمرين داخل دولة الإمارات بفرص الاستثمار في قطاع الفضاء، وتخاطب أيضا المستثمرين من خارج دولة الإمارات، وإحنا هنا اليوم هدفنا كذلك في هذا الملتقى من خارج الإمارات إلى النظر في الاستثمار في قطاع الفضاء ومنتجات ماذا نقدم له؟ واحد، أول خطوة شفنا فيها فجوة كبيرة اللي هو الوعي والترويج. هنا أنا ما أتكلم عن وعي الشخص العادي اللي هو هل ماذا يعنى بمجال الفضاء أو كذا، لا، أنا أتكلم هنا هل اليوم المستثمر يعرف ما هي الفرص اللي موجودة اليوم في تقنيات وبيانات الفضاء؟ في فرص، والدليل مثل ما تكلمنا سابقا الأرقام في زيادة، فحصلنا في فجوة كبيرة أنا ما كنت أعرف. ويوفر ممكن حتى المستثمر هذا، يعني شفنا الدول المتقدمة في هالمجال اللي مستثمرين فيها جهات من خارج القطاع الفضائي لأنه يستخدمون هذه البيانات لأنشطتهم الأخرى في مجال الاتصالات، في مجال الزراعة، في مجال النقل بشكل كبير. فهذه نقطة. النقطة الثانية، صاحب التقنية الفضائية أو صاحب الشركة الفضائية أو رائد الأعمال اللي بادي مشروعه ما يعرف شو احتياجات السوق، ما يعرف إن من في وزارة البيئة يحتاج إلى ماذا، التقنية اللي عنده تسمح له لكن ما يعرف الاحتياجات. فإحنا اليوم أول خطوة لازم نقدمها أن احنا نشجع الوعي ما بين الطرفين هذين. النقطة الثانية، لازم يكون التشريع مرن ويسهل العملية، وهذا يعني سؤال أو النقطة اللي طرأت لها قبل شوي صراحة في محلها، نحن ننظر والدورة اللي ذكرها في محلها كذلك 5 سنوات نحن ننظر بشكل مستمر هل نحن اليوم جذبنا الأنشطة ولا كنا عائق. نحن دائما ننظر ونضع ما نعاني منه. ونحن نضع عمارنا، ولذلك هنا الاستشارة والتعامل مع الشركاء والشركات اللي تعمل والمؤسسات اللي تعمل في كامل دورة حياة التشريع، في أثناء تطويرك للتشريع، أثناء دراستك له هل هناك حاجة ولا لا، يجب أن تأخذ رأيهم. هناك حاجة أثناء وضع أسس هذا التشريع، ما رأيكم؟ نفذته، هل تعرف شو المطلوب؟ بعد ما نفذته هل أدى الغرض ولا كانت نتائجه عكسية؟ وأخيرا ماذا نحتاج حتى نرجع للهدف الأساسي؟
اللي هو نحن نشجع. أتاكم مستثمر ليس لديه مثلا فكرة فضائية لكن لديه رغبة بالاستثمار في الفضاء. ماذا تقدمون له؟ هل هو يمكن هو وطاقم لا يفهمون كثير في مجالات الفضاء. هل تقدمون له الطاقم؟ هل تقدمون له يعني الدعم اللوجستي كامل لي؟ أم مجرد أنك تعطونا معلومات وأنت يعني تأتي بالكوادر البشرية؟ هل لديكم أيضا استشارات في الكوادر البشرية وتوفيرها لهذا المستثمر؟ نحن اليوم صراحة المستثمر اللي ذكرته إن شاء الله بيكون في المستقبل القريب. المستثمرين يعني المستثمر اللي ذكرته اليوم نحن نسعى له ما ننتظر. نحن مجالات قليلة في الفضاء أو المستثمرين في الفضاء قليل، أتوقع أنك تلقاها كثير من هذا صحيح. الجانب أخوي نايف عندنا نوعين من المستثمرين. في مستثمر بصفة عامة عنده فضول هذا اليوم أنا أسعى له ما أنتظر لحد هو يجيني. المستثمرين اللي احنا يجونه غالبا يكون هو عارف ايش يريد ولكن ما عنده الفكرة الفنية ماذا ممكن يقدم الفضاء في هذا الشيء. فنحن هنا نقدم له قدر المستطاع حسب المجال هو يتكلم عنه. هناك هذا اليوم اللي صاير عالميا من خلال الخطة اللي اطلقناها في يناير. اليوم نحن بناء على معرفتنا لأهم الأشياء أو إحنا أحيانا حتى نزور الجهة هذه نعمل نوع سامحني من التشبيه مثلا نوع من الجرد. ما هي أهم الأنشطة اللي أنت تقوم بها؟ يمكن هو مو بعارف أنها يمكن أن موجودة بالضبط موجودة في الفضاء والناحيتين ننظر لها من ناحيتين. ممكن يكون هو عنده تقنية أنا أستخدمها في مجال الفضاء أو العكس أنا عندي شيء ممكن بالضبط يستفيد منه. فأنا أسوي جرد لما عنده من استخدامات أنشطة شو وتقنياته شو وبناء عليها يا أني أستفيد من تقنياته وأستخدمها في مجال الفضاء أو العكس أني أقول لنزين أنا عندي رواد أعمال أو عندي شركات عالمية ممكن اليوم أنت تستثمر فيها وتستفيد كثير من المخرجات اللي تطلع في أعمالك وأنشطتك اللي تقوم بها. الأستاذ عبد العزيز هنالك يعني مما لا شك فيه الغرفة التجارية لها يعني باع طويل في جذب الاستثمارات ولكن مؤخرا مجلس الغرف مثلا التجارية ما هو دورها لتسويق الاستثمار السعودي؟ كيف رأيت دورها؟ هل بما أنك عضو فيها هل رأيت دورها يعني فاعل أم لا زالت تحتاج نوع من التسويق لتسويق استثماراتنا الكبيرة خصوصا عندنا الآن مشاريع مثل النيوم البحر الأحمر أمالة عندنا يعني أيضا الكهرومغناطيسية الموجودة في شمال المملكة أيضا هنالك القدم هناك مشاريع ضخمة جدا وتكلفنا مئات المليارات. كيف ترى دور الغرف التجارية في هذه المجالات؟ قبل موضوع دور المجلس الغرف السعودية والغرف التجارية نرى دور المملكة نحو هذا المجال. اتخذت المملكة العربية السعودية خطوة جريئة بإشراك أو بإسهام القطاع الخاص مع القطاع العام لتحقيق أهداف الرؤية. هنا يجي دور مجلس الغرف السعودية أو دور الغرف التجارية لأنها تكون بطريقة يعني تمشي بطريقة متوازية مع المملكة العربية السعودية. اليوم نرى كثير من العوائق اللي كانت تواجه القطاع الخاص كان لها دور مهم جدا مجلس الغرف السعودية متمثل باللجان الوطنية متمثل بمجالس الأعمال السعودية الأجنبية لتحقيق هذه الأهداف. مدى فاعلية مجلس الغرف السعودي أو الغرف التجارية أنا ذكرت لك أنه في أكثر من 1300 فعالية أقيمت في 2018 من ضمنها الملتقى اللي إحنا فيه اليوم هذا أحد يعني أحد الفعاليات اللي تنظمه مجلس الغرف السعودية بالشراكة مع اتحاد غرف دولة الإمارات. في دور واضح خلال الفترة الماضية وملموس بالشراكة بين مجلس الغرف السعودية وبين رؤية المملكة ونظرنا أنه في توقيع اتفاقية كانت متمثلها الدكتور سامي العبيدي رئيس المجلس في الملتقى الصناعي اللي يقيم قبل الأيام السابقة مع وزير الصناعة. فهذا دلالة أنه اليوم في شراكة حقيقية لتحقيق الأهداف. نعم. سؤال الأخير لك أستاذ ناصر، أين ترى وكالة الفضاء الإماراتية وأيضا الهيئة السعودية للفضاء 2030؟ أين ترى هذه الوكالتين أو هذه الهيئتين كمستقبل الفضاء في العالم العربي؟ نعم، أنا أتوقع أن يعني الحمد لله ولله الحمد المجال الفضاء خلنا نقول هو تاج للقطاعات الأخرى.
اليوم ما أقدمت دولة الإمارات وما أقدمت دولة المملكة العربية السعودية على مجال الفضاء إلا لأنها تفوقت في مجالات أخرى، سواء في مجال الاتصالات، مجال الطيران، مجال النقل وغيرها من المجالات، مجال الطاقة. هذا التفوق هيئ البيئة وهيئ البنية التحتية إن نحن اليوم نطلق برنامج فضائي قائد، لأن هذا هو الأسس اللي يقوم عليه البرنامج الفضائي، سواء من كفاءات وبنية تحتية وقدرات وغيرها من الأمور واستخدامات يعني بما في ذلك. فطبعا إن شاء الله اليوم إحنا التعاون بينه وبين المملكة العربية السعودية بدأ ومنذ زمن، واليوم بإذن الله بيكون في ازدهار أكبر وبيكون بشكل أوضح، لأنه بيكون هناك مثل ما تفضل لايت يعني النجاح في البرامج والمشاريع اللي تقوم على رؤى واضحة تتكلم يعني دائما بالنجاح وبالازدهار. اليوم نحن عندنا سياسة وطنية للفضاء تم إصدارها في 2016 بإذن الله بوجود الهيئة، أتوقع من الخطوات الأساسية اللي راح تصدر بعد فترة ما هي استراتيجية المملكة العربية السعودية بالفضاء، وهنا نبتدي نحط التكامل ما بين الطرفين والشراكة ما بين الطرفين والاستثمار المتبادل والتعاون المشترك ما بين الطرفين. في نقطة بس سريعة بتكلم عنها، نحن قمنا بمسح اقتصادي قريب ويعتبر الأول من نوعه في المنطقة، وبل حتى يعني نتكلم على العالم العربي والإسلامي ممتاز. وفي بعض الجوانب برنامج نعم وفي بعض الجوانب بالتنسيق مع المنظمة العالمية للتعاون الدولي والاقتصادي، في بعض الجوانب نحن الأولى على العالم اللي تقيس هذه الأمور، وهدفنا طبعا استدامة البرنامج الفضائي وتعزيز الاستفادة منه. في دولة الإمارات ما في سنة واحدة ما بين 2016 الاستثمار في أصول البحث والتطوير الفضائي 400%، الاستثمار في الأنشطة التجارية أو الإنفاق في الأنشطة التجارية زاد في سنة واحدة 41%. يعني أنا أتكلم أن اليوم هناك نظرة واضحة أن هناك اهتمام، وهذا هو المستقبل اللي للاقتصاد المعرفي. الشباب عندنا المواطنين في أهم المؤسسات اللي عندنا في مجال الفضاء زادوا 53% خلال سنة واحدة. العنصر النسائي أصبح اليوم 47% في مجال الفضاء، احنا تقريبا من أكثر دول العالم اللي النساء تعمل فيها في مجال الفضاء، ونتوقع قريبا كذلك في دول المنطقة أن يكون عندهم أرقام. يعني هذه الأرقام تراويك أن مش بس التوجه العالمي في صعود، بل حتى التوجه الإقليمي في صعود واضح. نحن اليوم عندنا 1500، احنا يعني لما قمنا بالمسح هذا لما نعرض النتائج كان في بعض يعني خلنا نقول القيادات لبعض المؤسسات كانت الأرقام بالنسبة لهم يعني 1500 عامل عندنا اليوم يعمل في مجال الفضاء. ممتاز. 53% منهم مواطنين. ممتاز جدا. وكثير منهم مهندسين ومتخصصين في هذا في هذا المجال. يعني يكون في فضائيات إماراتيات. و74% مواطنات عندنا أو يعني العنصر النسائي. فالحمد لله هذه كلها مؤشرات أن هناك جذب للموضوع هذا، وإذا كانت فيه اهتمام من الكادر البشري معناها الموضوع هذا بإذن الله راح يزدهر، لأن هم الأساس وهم النواة الأساسية. أخيرا أستاذ عبد العزيز، كيف ترى الاستثمار السعودي الإماراتي من هنا إلى عام 2030؟ هو لله الحمد في تكامل كبير بيننا وبين الإمارات، مزدهر لله الحمد في كل المجالات، ليس مجرد الاقتصاد، السياسي الاجتماعي، فهم أشقاء وليس يعني من أهل الدار، ولكن كيف تراه إلى 2030؟ هل سيكون هناك تطور أكبر أو نسبة أكبر؟ كم تتوقع أن يصل نسبة الاقتصاد بيننا وبين الإمارات إلى 2030؟ أعتقد أنه يعني في هدف واضح في تعزيز العلاقة ورفع حجم الاستثمارات بين الدولتين. أتمنى وكلنا نتمنى أنه حجم الاستثمارات تتجاوز 120 مليار بين الدولتين إلى حد 2030. تعقيبا على الكلام اللي ذكره الأستاذ ناصر، هذه الملتقيات، هذه الفرص الاستثمارية اللي تخرج فيها وتخرج منها الملتقيات. اليوم لما تكلم أخوي ناصر عن وطرح اليوم في الملتقى عن الفرص الاستثمارية في الفضاء، إذا تم الشراكة بين المملكة العربية السعودية متمثلة بهيئة الفضاء السعودي أو الهيئة السعودية للفضاء وبين الإمارات، بيخلق أولا فرص استثمارية واعدة لكبار مستثمري رجال الأعمال، بيخلق فرص وظيفية، بيرفع اليوم مستوى الوعي التجاري العالمي بالنسبة
المملكة العربية السعودية أو لدولة الإمارات. فهذه الملتقيات دائما تكون فيها فرص جدا عالية. أحد مخرجات هذه الفرص اللي اليوم قاعدين نسمع الكلام الإيجابي صراحة، واللي نتأمل أنه يكون هناك في تعاون بين الطرفين بإذن الله. شكرا لك أستاذ عبد العزيز الشريف، عضو مجلس إدارة غرفة سعودية، شكرا جزيلا لك على إثراء حلقتنا هذا اليوم أو الملتقى الاقتصادي السعودي. شكرا لك الأستاذ ناصر راشد مدير إدارة السياسة تحت الفرصة وتسليط الضوء على الفضاء. نأمل أيضا يكون لنا حلقة خاصة عن الفضاء وعن التقنيات الاقتصادية فيها، الاستثمارات فيها، يكون حلقة متكاملة أيضا، ونأتي بطرف من هيئة السعودية للفضاء بإذن الله تكون حلقة متكاملة بإذن الله. نطمح وزورونا إن شاء الله في الوكالة في الإمارات بإذن الله. شكرا لكم، شكرا على هذه التغطية ملتقى الاقتصادي السعودي الإمارات. شكرا جزيلا. وأنتم مشاهدين الكرام شكرا جزيلا لكم لمتابعتكم على التغطية الخاصة للملتقى الاقتصادي السعودي الإماراتي الذي انتهى من الجلسة الثانية، وهنالك بعض الجلسات الخاصة بعد قليل. شكرا لمتابعتكم، نلتقيكم يوم الأحد بمشيئة الله في نفس الزمان والمكان. إلى اللقاء.